هلا فيكم حلقة جديدة من توب 10. اليوم راح نعلمكم عن أكبر 10 حصريات كانت على بلاي ستيشن وانتقلت للأجهزة الثانية، وبنركز على الأجزاء الرئيسية للألعاب لأن فريمكات وأجزاء فرعية كثيرة انزلت على الأجهزة الثانية. وقبل ما نبدأ لا تنسون زر اللايك والاشتراك، والحين خلونا نبدأ. في المركز العاشر معانا سلسلة أونيموشا. طبعا أونيموشا هي تعتبر لعبة أكشن ساموراي من شركة كابكوم، وأكثر شيء كان يميزها أنهم كانوا يستخدمون أشكال وجيه ممثلين حقيقيين، فشخصية سامونسكا اللي هو بطل اللعبة الموجود فيها كان مبني على ممثل ياباني مشهور. وطبعا الجزء الثالث اللي نزلوه بعدين حطوا فيه شخصية الممثل الرهيب جان رينو الفرنسي اللي طبعا أشهر فيلم مثله كان ليا. كل الأجزاء الرئيسية اللي نزلت بسلسلة أونيموشا اللي هو الثاني والثالث والرابع كانوا حصريات فقط على جهاز بلاي ستيشن 2، لكن الجزء الأول هو الوحيد اللي نزل على جهاز الإكس بوكس الأول باسم جنما أونيموشا في سنة 2002، يعني بعد سنة من إصدار الجزء الأول على البلاي ستيشن في سنة 2001. وطبعا نزلوا بتعديلات بسيطة على اللعبة مثل الأعداء خلوهم أقوى وزادوا عددهم، وأيضا الجزء الثالث نزل بعد فترة طويلة على جهاز البي سي، وبعد سلسلة حوالي 8 ملايين نسخة. في المركز التاسع معانا سلسلة ديفل ماي كراي. طبعا مين منا ما يعرف عن ديفل ماي كراي والمشهور الأسطورة دانتي. طبعا اللعبة فكرتها هاك اند سلاش، والجزء الأول نزل على أنه المفروض يكون أو هقول أثناء عملية التطوير كان المفروض يكون لعبة ريزنت إيفل 4، لكن شينجي ميكامي وكمية قرروا يغيرون هذه الفكرة ويخلون اي بي جديد اللي هو ديفل ماي كراي، ويستخدمون شخصية جديدة اللي هو دانتي، ومثل ما تشوفون نجحت الشخصية واشتهرت. وسلسلة ديفل ماي كراي بدت بشكل حصري على جهاز بلاي ستيشن من الأول إلى الثالث، وحتى الجزء الرابع على نوب بشكل حصري في البداية، لكن فجأة كابكوم في عام 2007 أعلنوا أنها راح تصل إكس بوكس 360 والبي سي. باعت السلسلة 16 من النسخة، والجزء الخامس اللي فجأونا فيه أيضا في 2018 راح يكون فيه شخصية نيرو اللي كانت موجودة في الجزء الرابع، وأيضا رجعت دانتي الأسطورة. في المركز الثامن معانا سلسلة تيلز. لعبة RPG اليابانية المشهورة تيلز كانت دائما تنزل أجهزة بلاي ستيشن للجمهور الياباني، وأثناء تطوير لعبة تيلز فيسبيريا مايكروسوفت قدرت تحصل على حصرية اللعبة لجهازها، والسبب الأساسي للفكرة هذه بأن جهاز Xbox 360 ما كان يبيع في اليابان، فعشان كذا أطلقت حزمة Xbox 360 مع لعبة تيلز فيسبيريا، وهذا طبعا رفع مبيعات الجهاز Xbox 360 في اليابان بشكل كبير. وبعدها نزلت نسخة محسنة لتيز اوف سبيريا على البلايستيشن 3، وكان فيها أداء صوتي أكثر من الجزء اللي قبله، وأضافوا شخصية جديدة وأيضا قصة جديدة. والنسخة هذه كانت فقط حصرية لليابان، لأن مايكروسوفت وقتها كانت شارية حقوق السكريبت للعبة، فما قدرت سوني أو بلايستيشن أنهم يقدروا يجيبون اللعبة لأمريكا. في E3 2018 فاجأونا وقالوا أنها راح تنزل نسخة محسنة، وهي نسخة البلايستيشن 3 مع الشخصية الإضافية والأصوات على أجهزة الإكس بوكس 1 والبلايستيشن 4 والسويتش والبي سي، وراح تصدر نهاية سنة 2018. والسلسلة باعت تقريبا أكثر من 17 مليون نسخة. في المركز السابع معانا سلسلة سبايرو. طبعا سبايرو معروف أنه لعبة بلاتفورم اللي هو تنين بنفسجي، كان ينزل بشكل حصري على البلايستيشن 1 ونزل منه 3 أجزاء أساسية، لكن الجزء الرابع سبايرو انتو ذا دراجون فلاي نزل إلى البلايستيشن 2 وأيضا إلى الجيم كيوب. كان المفروض تنزل نسخة لجهاز الاكس بوكس الاول والبي سي لكنهم تكنسلوا، والحين رجعت السلسلة بشكل ريماستر للثلاث اجزاء الرئيسية وراح تنزل على كل الاجهزة. السلسلة باعت حوالي 20 مليون نسخة. في المركز السادس معانا سلسلة كينغدم هارتس. سلسلة ار بي جي الساحرة كانت حصرية دائما لاجهزة بلاي ستيشن، واصدرت الاجزاء الاولى الاول والثاني على البلاي ستيشن، وبعدين اصدرت اجزاء فرعية على اجهزة نينتندو. واول مره من 16 سنه تقريبا الجزء الثالث راح ينزل على جهاز الاكس بوكس 1، وغالب الظن ان اذا نجحت على الجهاز راح يصدرون باقي الاجزاء الكوليكشن اللي نزلوا على البلاي ستيشن 4 احتمال ينزلون على الاكس بوكس 1. السلسله باعت اكثر من 24 مليون نسخه. في المركز الخامس معانا سلسله تكن. لعبه القتال المشهوره تكن كانت حصريه لفتره طويله على جهاز البلاي ستيشن، ولكن في معرض طوكيو للالعاب سنه 2008 اعلن شركه بانداي نامكو بشكل مفاجئ ان الجزء السادس من السلسله راح ينزل على جهاز الاكس بوكس 360، وبعد السلسله اكثر من 47 مليون نسخه. في المركز الرابع معانا سلسله متل جير سوليد. لعبه متل جير الاولى والثانيه نزلت على اجهزه الصقر او خلينا نقول ام اس اكس 2 في اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات، لكن اللي نقصده هنا هم
سلسلة Metal Gear Solid اللي طلع فيها Solid Snake، وطبعا بدأت من جزء البلاي ستيشن اللي نزل في سنة 1998، والجزء الثاني نزل على بلاي ستيشن 2 وأيضا نزل على جهاز الأكس بوكس الأول، لكنه طبعا ما كان له تأثير كبير على الجمهور لأنه كان قلة انتشار الجهاز، وعشان كذا الجزء الثالث نزل فقط على بلاي ستيشن 2، وبعدين الجزء الرابع نزل فقط على بلاي ستيشن 3. وفي معرض E3 2009 ومؤتمر مايكروسوفت بالتحديد أعلنوا عن Metal Gear Solid Rising، وطبعا تغير اسمها وصار Metal Gear Rising Revengeance، ونزلت الأكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3، وهذه كانت صدمة كبيرة لعشاق البلاي ستيشن لأنهم كانوا حتى يصفون كوجيما بالخايل من بعد هذا الجزء، والسلسلة صارت تنزل على جميع الأجهزة، يعني انفكت الحصرية بشكل رسمي، والسلسلة بعد أكثر من 49 مليون نسخة. في المركز الثالث معانا سلسلة كراش بانديكوت. مين أنا ما أعرف كراش؟ أول جزء كان في عام 1996 على بلاي ستيشن الأول، ونزل تقريبا 5 أجزاء على الجهاز حتى انفكت حصريتها لأن انتهى عقود التطوير بين سوني والمطورين، وكان آخر جزء حصري على بلاي ستيشن هو كراش باش، وأول جزء ينزل على باقي الأجهزة هو كراش ذا راث أوف كورتكس، والسلسلة باعت 50 مليون نسخة. وفي المركز الثاني معانا سلسلة فاينل فانتسي. طبعا فاينل فانتسي بدأ من جهاز النينتندو انترتينمنت سيستم، وبعدين جاء الجهاز سوبر نينتندو، لكن لما جاء جهاز بلاي ستيشن وبدأ مع جزء فاينل فانتسي 7 صار حصري فقط على جهاز بلاي ستيشن، فكان 7 و8 و9 و10 و12 هذول كلهم كانوا حصريات فقط على جهاز البلاي ستيشن. ولكن في عام 2008 مايكروسوفت مرة ثانية اصدمت الجمهور، والأول مرة في السلسلة راح تتوجه الغرب عبر جهاز الاكس بوك 360، واللعبة كانت فاينل فانتسي 13، وبعد تقريبا 145 مليون نسخة السلسلة بشكل عام مش فاينل فانتسي 13. وفي المركز الأول معانا سلسلة جراند ثيفت أوتو، أو مثل ما معروف عندنا بحرامي السيارات. لعبة ضخمة جدا، وبديتها كانت مرتبطة بجهاز بلاي ستيشن، وأيضا نزل على جهاز البي سي اللي تكلم عن الأجزاء الأولية اللي كانت عبارة عن رسوم 2D، وبعدين لما انتقل من 2D إلى 3D في عام 2001 صدرت فقط على البلاي ستيشن 3، وسوت نجاح كبير وضجة كبيرة، وأيضا كانت الأول من نوعه من ناحية العالم مفتوح في عالم 3D. وبسنة 2003 تم إصدارها على جهاز الإكس بوكس الأول، وبكذا يكون أول جزء ينتقل من جهاز إلى جهاز آخر، وبعد سلسلة أكثر من 225 مليون نسخة. وهذه كانت حلقتنا التوب 10، قلوا لنا إيش رأيكم فيها وعطونا اقتراحات الحلقات الجديدة تسونكم فيها توب 10 تحت في الكومنتات، وأيضا لا تنسون تشتركون في القناة وتشترون الفيديو وأيضا زر اللايك. كان معكم بعد الشيحة، يعطيك معرفة المتابعة، مع السلامة.